وللمزيد حول تصريحات رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عن أسباب أزمة لبنان وتحميله حزب الله المسؤولية، ينضم إلينا علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني عبر الهاتف من طرابلس. حياك الله أستاذ علي. حياكم الله، تحياتي لكم ولمشاهدي الراقبين. رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يحذر من خطر نشوب حرب أهلية جديدة في البلاد، ويحمل ميليشيا حزب الله تبعات كل ما تعيشه لبنان اليوم. إلى أي مدى تتحمل ميليشيا حزب الله ما تعيشه لبنان اليوم؟ في الحقيقة يعني عبارة سعد الحريري أتت في سياق عربي في مقابلته بالأمس، الهدف من هذا الكلام هو نوع من تبرير إقدامه على عرض نفسه كمرشح جديد لرئاسة الحكومة، فهو يعني أراد القول بأن هناك مخاطر من حرب أهلية. في الحقيقة لا يوجد مخاطر من حرب أهلية، لأن الحرب الأهلية تستدعي وبالضرورة وجود طرفين أو أكثر يتقاتلان، هذا الأمر غير موجود. عنصر القوة محسوم لمصلحة حزب الله، وحزب الله أعتقد أن اللبنانيين ذاقوا زرعا بمواقفه وبسياساته، وهم يحملونه مسؤولية ما آلت إليه أمور لبنان، لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن للبنانيين ضمن موازين القوى الحالية القدرة على مواجهة حزب الله بغير الأسلوب السلمي والاحتجاجي. طيب أستاذ علي، أنت قلت أن ما قاله سعد حريري هو من أجل تقديم نفسه كمرشح بديل لرئاسة الوزراء. السؤال الذي يطرح هنا، بعد أن قدم سعد الحريري نفسه مرشحا بديلا، ما هي حظوظه؟ هو بهذا الامر الحظوظ، شوف، هو قالها بالامس بان الثنائي الشيعي اي حزب الله وحركه امل متمسكين بعودته الى الحكومه كي يستخدموه كواجهه مع الغرب تحديدا من جهه، وايضا لان وجوده كممثل للاكثريه النيابيه السنيه وجوده في السلطه يخفف من الاحتقان في الشارع. لهذا السبب هو قال هذا، هم متمسكين بعودته إلى الحكومة، لكن متمسكين بعودته وفق شروطهم. سعد الحريري ليس بموقع يمكنه من فرض الشروط، الشروط يفرضها الأقوى. صحيح أن هناك عقوبات قاسية تستهدف حزب الله وبيئته، وهي أثرت عليه وعلى بيئته كما وعلى كل اللبنانيين، لكن لم يزل ميزان القوى هو لمصلحة حزب الله. نعم، لكن على مستوى ترسيم الحدود مثلا، لم تكن ميليشيا حزب الله مخططة ولا موقعة على القرار الذي دشنه رئيس برلمان لبنان نبيه بري، لماذا تتهم ميليشيا حزب الله في هذا الاتفاق الذي يراه الكثيرون تطبيعا مبطنا عفوا وافتاءات على الحقوق العربية؟ توخيا للدقة زميلي العزيز الذي وقع أو أعلن الاتفاق هو حزب الله بلسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا يستطيع نبيه بري من عندياته القيام بهكذا خطوة تعتبر زلزال سياسي في لبنان. إنها الزلزال الذي اللاحق للزلزال السياسي والأمن الذي أصاب مرفأ بيروت وما نزال نعيش تداعياته، الذي وقع وأقر اتفاق إعلان الإطار بترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني هو حزب الله، إنما بلسان نبيه بري، وهو واجهتهم السياسية في العلاقات الرسمية الدولية. طيب يعني هنا إلى أي مدى إذن نستطيع أن نرى أن مواقف ميليشيا حزب الله تتنافى مع شعاراتها ومواقفها التي أكدتها سابقا أنها على المقاومة والممانعة؟ بدون شك حزب الله مفرج، وبدون شك بأن ما أقدم عليه حزب الله من خلال
توقيع اتفاق من أجل البدء بمفاوضات لترسيم الحدود هو مطلب إيراني واضح وجاحظ، لأن إيران بدورها التي بالمناسبة تعرضت بالأمس لعقوبات غير مسبوقة شملت المصارف الإيرانية عامة تقريبا، لأن إيران هي في حالة حرجة جدا وتريد في لحظة إمكانية تبديل ما في الإدارة الأمريكية أن تقدم أو تحرق بعض الأوراق على الطاولة علها تتمكن من أن تكون مفاوض. هذا الأمر بدون شك يحرج محور الممانعة بكله وكلكله، وخصوصا أن هذا المحور سواء بلسان خامنئي أو بلسان حسن نصر الله كان قد أعلن بأنه يتوجه إلى القدس، لكن ترسيم الحدود بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة يقطع عليهم طريق الطريق إلى القدس ويضعهم في مأزق حقيقي ووجودي. ولهذا الأمر علينا أن نفهم لماذا تحدث حسن نصر الله منذ شهر بالكمال ليلة العاشر ليلة عاشوراء عندما استحضر الإمام الحسن وأشاد بشجاعته واسترسل لنحو أكثر من ساعة وهو يتكلم عن صلح الحسن. ترى ما هو الصلح الذي سيقدم عليه حزب الله وحسن نصر الله وقبلهم خامنئي أيضا استحضر الحسن؟ إنه الصلح طيب. الذي يمأزق حركتهم كقوة ممانعة في وقت إنهم يخضعون للعقوبات وللشروط الأمريكية. السؤال الأهم أستاذ علي، هل تتحمل ميليشيا حزب الله ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسياساتها التي فرضت بسببها عقوبات اقتصادية على شخصيات تابعة لها ومؤثرة في الوضع الاقتصادي اللبناني؟ بدون شك تتحمل، لأن حزب الله هو الناظم للنظام اللبناني أمنيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا، ولأن المعابر البرية والبحرية والجوية لحزب الله مساربه الخاصة وهيمنته الكاملة، ثم إن جموع الشعب اللبناني تحمل حزب الله مسؤولية الفساد والانهيار الاقتصادي والمالي، تحمله، وهذا قيل في مظاهرات معلنة ومعروفة، ولكن حزب الله يحاول أن يدرع بنفسه. طيب دعنا نتوقف هنا، الشعب يحمل حزب الله إلى أي مدى؟ يعني يمكن القول أن الشعب نتيجة الرفض لهذه السياسات من الممكن أن يصل إلى حافة الانفجار؟ الشعب كلمة الشعب كلمة خطيرة، فالأمس ما حصل في العلبك والهرمل من مواكب عسكرية مسلحة لعشائر عربية شيعية كانت للأمس القريب تدين بالولاء ما بعد المطلق لحزب الله، نجدها بالأمس وقد تهددت لقمة عيشها جراء التضييق عليها في بعض معابر التهريب، لأن حسن نصر الله إلى الآن ما زال يفخر بأنه يقدم رواتبه رواتب مقاتليه بالدولار الطازج الآتي من إيران المحاصرة. هذا الأمر أدى إلى تفكك وتزعزع وتفضع الحزب اللاهية بشكل واضح خصوصا في البيئة الشيعية. أما المسألة عن الشعب ومتى، نحن كلنا نعرف بأن لا شيء يستطيع ولا أحد يستطيع أن يقف أمام غضب الشعب عندما يهدر في الشوارع في حركة من كل. نعم، الكاتب والصحفي اللبناني علي شندم كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك.